سعيدة اليوم بحفل توقيع ديواني الثامن وعنوانه همسات الروح بالمعرض الدولي للكتاب في دورته 29 لسنة 2024. شكرا للسيد الشرايبي على مساعدتي لتوقيع كتابي بفضاء المرسم. أهدي كتابي للجميع القراء الذين زاروا هذا الفضاء الجميل، إلى همسة شفافة من روحي، إلى جرحي وطوفان بوحي، إلى ملتقى القارئ الأنيق، إلى من زرع سنابيل الحب والسلام في أرض وطن جميل يسكنه النور، إلى ذاتي وحولها شموخ الكبرياء. لكم مني هذا الديوان همسات الروح، نجم يسكن السماء الإبداع وينير عتمة الحزن فيمحوه. أعجبني هذا الديوان الذي سميته همسات الروح، ولا أحد يعرف حقيقة الروح. أتمنى لكل امرأة مغربية أو كل امرأة عربية في جميع أنحاء العالم أن تتوفق في ثقافتها وأن تصل إلى يعني أشياء التي تحلم بها. مثلي أنا حلمت أن أكون شاعرة، والحمد لله وصلت إلى أمنياتي. أتمنى لكل امرأة أن تصل إلى القمة وأن تكون يعني عندها طموح لتصله وتجتهد، لأن المرأة الآن هي ملحمة وطن، والمرأة هي الأم، هي الأخت، هي العمة، هي كل شيء في الدنيا، ولولاها ما كان الرجل.